مرحبا بكم. نحو 3000 شخص كان ثمنا باهظا دفعته الولايات المتحدة في اختراق أمني هو الأكبر من نوعه. الاحتفال بعد عقد من الزمان بحضور بوش وغياب بن لادن يضفي على المناسبة أهمية استثنائية. حالة التأهب القصوى أعلنت بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في نيويورك وواشنطن لمواجهة ما وصف بتهديد حقيقي ولكنه غير مؤكد بمؤامرة لتنظيم القاعدة على الولايات المتحدة، وذلك بعد عشرة أعوام من انهيار برجي مركز التجارة العاملين. وتضمن إحياء الذكرى لحظات صمت في نفس التوقيت الذي اصطدمت فيه الطائرتان بالبرجين وفي نفس التوقيت الذي انهارا فيه، كما تسود لحظات صمت في توقيت اصطدام طائرات بمبنى البنتاغون وتحطم الأخيرة بعد أن قاوم الركاب الخاطفين. كيف تغير العالم بعد أحداث سبتمبر؟ وهل انتهى فعلاً خطر تهديد القاعدة على الأقل بالنسبة إلى الولايات المتحدة؟ نتابع سوية التقرير التالي. عندما نختار أن نتقدم سوية كعائلة واحدة، فإن الولايات تستطيع أن تخرج من المحنة أقوى من السابق. بهذه الكلمات يستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذكرى العاشرة لأحداث 11 من أيلول على موقع USA Today. الولايات المتحدة تبدو أكثر أمناً وقوة على الأقل من الناحية الأمنية والاستخباراتية، خاصة بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. الرئيس الأمريكي قال بعد 4 أشهر من القضاء على بن لادن، إذا كانت القاعدة في طريقها إلى الزوال فإنه يجب ألا نضعف أبداً في مهمة حماية بلدنا. أكثر من 185 ألف طن من الفولاذ والإسمنت المسلح والأسقف المدعومة سقطت بعد أن صمد أحد البرجين لمدة 55 دقيقة قبل أن ينهار، بينما صمد البرج الثاني 1:40 قبل أن يسقط هو الآخر، مؤذنا بتغيير وجه العالم السياسي والأمني وإشعال الحرب رسميا ضد الإرهاب. وبعد مرور 10 سنوات على الهجمات التي أدت إلى مقتل نحو 3000 شخص، ما زال البعض يروج لنظرية المؤامرة، ولا تزال نظريات المؤامرة تتطور بشكل تدريجي، إذ تشكك في كل جانب من جوانب الرواية الرسمية، رغم أن كل سنة تمر نحصل على المزيد من الشهود والأدلة لتعزيز التفسير الرسمي لما جرى. استطلاعات الرأي بيّنت أن 14% من البريطانيين و 15% من الأمريكيين لا يؤمنون بالرواية الرسمية التي قالت أن تنظيم القاعدة هو الجهة المسؤولة عن الهجمات، وفي المقابل يعتقد هؤلاء أن الإدارة الأمريكية كانت ضالعة على نطاق واسع في المؤامرة. وظهرت بعد هجمات 11 من سبتمبر تقارير رسمية مطولة من قبل تقرير لجنة 11 من سبتمبر والتحقيقات التي أجراها الكونغرس والعديد من التحقيقات التي أجراها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا، ولم يخلص أي من هذه التحقيقات إلى وجود مؤامرة على نطاق واسع. مرحبا بكم من جديد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد أصفهاني الكاتب اللبناني، مرحبا بك، والأستاذ وفيق مصطفى رئيس المجموعة العربية بحزب المحافظين، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في استوديو الشرقية نيوز. العالم تحول بعد هذه الحادثة، وقد سجل العالم حوادث أمنية واختراقات ربما أكبر، لكنها لم توقع على السياسة العالمية بقيادة الولايات المتحدة إن صح التعبير هذا التحول في التعامل مع الخطر الأمني والإرهابي. أستاذ أحمد نبدأ معك، التحول بدأ من قلب ما يسمى هناك في القاعدة وقاعدة القاعدة في أفغانستان. الولايات المتحدة خلقت في وقت سابق طالبان ثم حاربت القاعدة في أفغانستان، كيف تم التحول وتحويل الخطر من القاعدة إلى طالبان خلال 10 سنوات مع بقاء أرض التهديد أرض واحدة؟ يعني أولاً العلاقة بين القاعدة من جهة وطالبان من جهة كمان مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة معقدة تعود إلى في رأيي إلى عام 1991، قبل 10 سنوات من أحداث نيويورك وواشنطن. السبب في ذلك أن القاعدة وطالبان هما نتاج الوضع الأفغاني، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه المجموعات في مواجهة الغزو السوفيتي إلى أفغانستان. بعد ذلك وقع لنقل الطلاق بين الطرفين،
الطلاق ابتدأ بأواسط الـ 95 96 1996 وبدأت عمليات إرهابية من الطرفين، وأنا أشدد على كلمة إرهابية من الطرفين، اغتيالات، خطف وما شابه ذلك، اعتقال ناس، تسليمهم لدول عربية للتعذيب وغير ذلك، ثم عمليات عسكرية. برجات تجارة لم يتعرضا لتلك الضربة للمرة الأولى، كان هناك في العام 1993 على ما أعتقد محاولة فاشلة لتفجير البرجين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستعد أو كانت تعتقد بإمكانية أن تتعرض لعمليات إرهابية، إلى أن جاءت هذه العملية الكبرى، وهي كبرى بحجم الضربة، بالطريقة التي نفذت فيها العملية، وبالعدد الكبير من الناس الذين قتلوا. ما حدث بعد ذلك هو في رأيي نقطة التحول الأساسية. كانت هناك بعض الآراء في الإدارة الأمريكية تقول يجب أن نتعامل مع ما جرى كجريمة، نقطة على السطر، تماما كما حدث في أوكلاهوما عندما فجر ماكفي أوكلاهوما وقتل ما لا يقل عن 400 أمريكي، عملت كجريمة متطرفة. لكن الإدارة الأمريكية انتقلت إلى مرحلة لاحقة، اعتبرت أن هذا صراع إيديولوجي وأنه صراع سياسي، وأن طالبان المسيطرة على أفغانستان تتحمل مسؤولية أساسية، وبالتالي يجب أن يكون هناك عمل عسكري مباشر. هذه هي نقطة التحول التي في رأيي وسعت نطاق المواجهة من عصابة إرهابية إجرامية هي القاعدة، نفذت عملية على هذا الحجم، إلى نطاق واسع جدا شمل دولا عدة وضم الحلف الأطلسي والعالم بأجمله. نعم أستاذ وفيق، كيف يمكن أن نسمي التصدي لطالبان الآن في أفغانستان هو جزء من معركة أكبر ومواجهة قديمة منذ عام 2001 مع القاعدة في أفغانستان؟ هو الحقيقة ما حدث في من 10 سنوات هو كان هجوم إرهابي محوري له صبغة دينية أيديولوجية وسياسية، وبالتالي فهو موضوع يلم بأشياء كثيرة وبدول متعددة، وبصرف النظر على أن الولايات المتحدة والمخابرات المصرية والسعودية وغيرها التي استخدمت هؤلاء الناس في محاربة الاحتلال السوفيتي في ذلك الوقت لأفغانستان، الشيء المعروف أنهم قاموا بعملية إرهابية أثرت في التاريخ العالم بطريقة محورية. وعندما أقول أثرت في تاريخ العالم بطريقة محورية، ستدرس وستعرف حتى خلال مئات السنين القادمة، مثلها مثلا الحروب في بداية الإسلام التي خلقت الشيعة والسنة، مثل حرب معركة الجمل أو غيره، أو حديثا من 70 سنة بيرل هاربر. فهي شيء غير نظرة الولايات المتحدة والغرب إلى العالم الإسلامي وإلى الشرق الأوسط، وهي ليست مؤامرة، هي عملية إرهابية بالدرجة الأولى. الملا عمر، صدام حسين، بن لادن، يعني الواحد يشعر بالراحة أنه انتهى قبل 10 سنوات، والقذافي كما نعرف اختفى تحت الأرض. فكل دي نتائج لمنطقة الشرق الأوسط، لأنها لم تحكم أمورها منذ تفكك الإمبراطورية العثمانية في سنة 1917، وكم الشيوعية الدولية كذلك في روسيا. فأعتقد أن العملية تغيير جذري في التاريخ في الشرق الأوسط، وليس مجرد 3000 واحد قتلوا. ده يقال أن أو على الأقل بحسب المسؤولين الأمريكيين أن العالم بات أكثر أمناً. أستاذ وفيق، هل الإرهاب بات أقل عالمية بعد حرب 2001 و2003 واليوم؟ هو لا شك أن هناك احتراس شديد من ناحية الأمنية في لندن في آخر 10 سنين. دلوقتي ما تمشيش لما تصور بتاع 300 مرة بالكاميرات. العيادة بتاعتي أنا طبيب، بقالي 35 سنة في إنجلترا، على العيادة بتاعتي فيها 6 كاميرات على سبيل المثال، ودي عيادة الطبيب. فأقصد أن العملية الأمنية والخوف من انفجارات وهكذا زاد بطريقة غير عادية كما نعرف، وهذا هو السبب الرئيسي. وكذلك استخدام أجهزة أمنية مثل التصنت التليفوني، التعرف على الصوت، يعني ما
القذافي ما يقدرش يستخدم موبايل تليفون او ابنه سيف دلوقتي، لان حاله قلت صوته هيعرف هو مكانه. فكل التكنولوجيا الجديده دي اللي احنا بنستخدمها في السيارات وغيرها والتليفونات دلوقتي جعلت الامن اكثر استقرارا. ولكن هو ما يحزنني انه التصقت بالشرق الاوسط وبالحركات المتطرفه الاسلاميه، وهذا هو الحزن، ويجب ان ننظر اليه بطريقه ايجابيه. كيف نستخدم مرور 10 سنوات ان نعمل نوع من التصالح والتقارب ونحاول ان نغطي الماضي بطريقه ايجابيه. نقطه جوهريه استاذ احمد، في تعليق فقط. اولا يعني عندما تحدث عن ملا عمر وبن لادن، صدام حسين لم يكن له علاقه على الاطلاق بهذه، هذا ما اثبتته الولايات المتحده الامريكيه. هي اتخذت حجه لغزو العراق لاحقا، لكن الاثباتات التحقيقات في امريكا، حتى لنقول حتى تحقيقات الولايات المتحده الامريكيه لم تثبت، واتحدث هنا قانونيا، لم تثبت علاقه بن لادن في جرائم الارهابيه بنيويورك واشنطن. نعوم تشومسكي في مقال اليوم قال، مقال نشر اليوم بجريده السفير، نعوم تشومسكي امريكي معارض، قال ان طالبان وفاوضت الولايات المتحده الامريكيه انهم اعطونا ادله موثقه ونحن نسلمكم ونحاكم بن لادن. لكن في هذه الحاله هناك مساله مختلفه. الخطير في الامر دكتور، الخطير في الامر ليس العمليات الارهابيه، الخطير في الامر هي ادلجت العمليات الارهابيه. العالم لم يصبح اكثر امنا الان، التطرف انتقل من تطرف ديني الى حد ما الى تطرف عرقي، تطرف سياسي. ما حدث في النرويج قبل أيام قليلة هو تطرف، هو إرهاب، لو قام به مسلم أو واحد من الشرق الأوسط لإقامة الدنيا وربما احتلوا الدولة التي أتى منها، لكنه متطرف يميني عنصري كان يستهدف ضرب البنية التفاعلية في النرويج. وهذا ما حدث أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا التطرف العنصري في رأيي الإرهاب مستمر، لكنه في مرحلة من المراحل اتخذ طابعاً دينياً وألصق بالمسلمين كما قال الدكتور مصطفى، ألصق في منطقة الشرق الأوسط، لكنه إرهاب عالمي. طالما أن هناك نوعاً من في رأيي الإحباط الداخلي، سيكون هناك إرهاب بألوان مختلفة. سنتحدث عن هذا الإحباط الداخلي إن كان هو داخلياً أو بمسببات أخرى. شخص الرئيس كان دائماً يمثل نقطة القيادة للرأي العام في الولايات المتحدة، ولي نوعا ما التوجه الدولي للتصدي لأي عمل إرهابي. بوش قاد هذه الحرب الطويلة، وفي عهده كانت هذه الصدمة التي نراها اليوم. بعد 10 سنوات أبرز معارضي الحرب على العراق مثلا وضد أفغانستان اليوم يذهب إلى مكان الحادث ويؤيد تلك الحرب. هذا التبدل في موقف أوباما مرشحا ثم رئيسا، كيف يفسر؟ هو بالطبع هو كان في، كما نعرف انه كان في الحزب الديمقراطي، وجورج بوش في الحزب الجمهوري، وبالتالي سيكون دائما الحزب المعارض ياخذ اتجاه معارض. والسلطه تغير الشخص، السلطه تضع عليك مسؤوليات جديده، يعني بتخليك تاخذ برسبكتيف ثاني خالص، لانك بتبص على ليس مكاسب سياسيه شخصيه او حزبيه، ولكن تنفعل وتتفاعل ما تحتاج هذه الدولة. ولا أعتقد أنه يقدر أن يعمل شيء آخر. الحاجة بالنسبة لزيارتنا السايد زيرو زيرو زون في نيويورك، ده طبيعي. أي حد، أنا شخصيا عندي اشتغل أروح نيويورك وأعملها، فكلنا، لأن دي فترة أحزان، فترة لازم يكون فيها مشاركة وتفاعل. وده الخوف، ان انا مثلا بلاحظ ويحزنني كذلك ان عمليه التشكيك في عمليه 9/11 بتيجي من نفس المصادر اللي هي في الشرق الاوسط تاني والعالم الاسلامي، وبالتالي يعني بتعمل الريفت، بتعمل خليج مفتوح، يعني بحر مفتوح. احنا عايزين نلم ده، عايزين نكون مع بعض، لأن العالم كله داخل في بعض ثقافاته وحضاراته وليس هناك حدود. فيعني أنا مش شايف إن الهند تكون قريبة من الولايات المتحدة، والصين قريبة من الولايات المتحدة، وحتى روسيا قريبة من الولايات المتحدة، والعالم العربي يبتعد.
ده نوع من الخوف. طبعا العالم العربي، انا بتكلم على السياسيين اللي بيتكلموا، العالم العربي عباره عن 400-500 مليون شخص، انا اتصور انهم ناس عاديين جدا ويحبوا الحياه ويحبوا الاستقرار. نعم. وهذا الخوف الكبير جدا من الشرق الاوسط يتفتت، وهو بالفعل يتفتت بسبب منذ هذا اليوم. طبعا دخول صدام حسين رغم انه ليس اثبات عليه، الحرب دايما بتلم اشياء كثيره جدا وبتفتح جبهات غير متوقعه على الاطلاق، وصدام حسين كان جزء من هذا المحور، وهو كان راجل مفتري كما نعرف، وراجل قاسي جدا، وجاز استخدام التعبير كان مجرم لا يختلف عنه عن بلادن او عن قذافي. ولكن هذه الحرب لمت اشياء كثيره، ولا يمكن ان نضعها مثلا، لان هم ما عندهمش حسابات، يقول لك نخبط هنا ونسيب هنا ونعمل هنا. العملية معقدة من الناحية العسكرية، معقدة من الناحية العسكرية، لكن ايديولوجيا يبدو ان هناك اتفاق على إدانة ما جرى مهما كان حتى على المستوى الرسمي والشعبي. هذه المصادر التي تحدث عنها الدكتور، مصادر الاختلاف ومصادر الابتعاد، فعلا هي نقطة جوهرية. بالشرق الأقصى يملكون علاقات ربما، وأنا أقول ربما، أقوى من الشرق الأوسط، مع العلم لا أحد يتصور أن يعيش الشرق الأوسط بدون علاقات مع الغرب وامتداد ثقافي واقتصادي وحتى سياسي، وبدليل أن حلف الناتو ساهم بإبراز دور الشعب في ليبيا. السؤال أستاذ أحمد، كيف يمكن فعلا أن نردم هذه الفجوة بين الفكر والأيديولوجية الغربية وفق ما تعرض هذه الصورة، وبين بعض الجيوب التي ربما، نقول ربما، قد لا تزال تشكر من أسقط برجين برمزيهما؟ يعني هؤلاء الذين يؤيدون العمليات الإرهابية في نيويورك واشنطن، في رأيي يمكن عدهم على أصابع اليدين، وهم منبوذون اجتماعيا وسياسيا، وهم من المتعصبين، يعني لا يختلفون عن أي تعصب متعصب في لندن أو بباريس أو بواشنطن أو حتى بالدنمارك. هذا أمر محسوم، لأنه المتعصب هو متعصب، نقطة على السطر. لم يكن مسلماً آخر عملية في أوروبا، لم يكن مسلماً بالضبط. حتى لكن النقطة الأساسية هي أن هذه العلاقة بيننا وبين الغرب على ماذا تقوم؟ هذه هي الأساس. الغرب بشكل عام حتى هذه اللحظة ومائة وخمسين سنة، أنا أطرح سؤال، في سياساته العامة في المنطقة لم يكن على سوية التعامل الند للند، دائما كان هناك محاولة استغلال، محاولة ابتزاز، محاولة تأثير، محاولة نفوذ، وكل شيء، دون أن يعني ذلك أنهم ليسوا إيجابيين في بعض النقاط، لكن من العماء السياسي أن نسلم كل الأوراق ونقول أنهم امرأة قيصر فوق الشبهات، أبدا، لهم مصالح وهذا طبيعي، نحن لنا مصالح. المشكلة ليس بأنهم يحاولون السيطرة على مصالحهم، المشكلة بأننا لا ندري مصالحنا ونقاتل من أجل مصالحنا، وإنما نسلم أمرنا لكل من يقول تعالوا تعالوا. هذه هي المشكلة الأساسية. نعود إلى السؤال الأساسي في رأيي وهو المهم، بوش وأوباما. نحن في العالم العربي نشخص السياسة، أي أننا نعطي السياسة طابع الشخص، الشخص يعطي طابعا شخصيا للسياسة، لكن هناك مؤسسات، هناك استراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في استراتيجية بغض النظر من يكون الرئيس، استراتيجية العامة. ستكون هناك مؤشرات صغيرة، تحسينات كما نقول في علم اللغة، تحسينات بيانية من البديع الكلامي. خارج ذلك هناك استراتيجية واضحة. أعود إلى مقال تشومسكي وهو مهم جدا، أنا قرأته اليوم. تشومسكي يقول الفارق بين بوش وأوباما في بعض المرات أن بوش كان يعتقل بدون أي أساس قانوني ويسجنهم في بغداد وفي بغرام وفي أفغانستان وفي غوانتنامو. أوباما كان يلاحق الإرهابيين ويقتلهم. هذا الفارق، بمعنى أنك عندما تواجه الإرهاب، المؤسسة الأمريكية تواجه الإرهاب، كيفية المواجهة تختلف من رئيس وآخر. وفي رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر من يكون رئيسا فيها ستستمر بسياستها العامة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وفي حاليا الانفتاح على حركات الإسلام السياسي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، منهجية جديدة بالفكر الاستراتيجي لم تبرز 100%، لكنها تدرس في مؤسسات الاستراتيجية. تقول هناك إسلام مقاوم أو متطرف أو إرهابي،
يجب أن نواجهه بإسلام معتدل منفتح وما شابه ذلك. من هنا خطاب أوباما في القاهرة، من هنا محاولة العلاقات الأمريكية الجديدة مع جماعات إسلامية معتدلة. هذا هو التوجه الجديد، لكن الاستراتيجية ما تزال هي زهرة. لنعرف سوية هذا إن صح تعبيره الوسطية والاعتدال، كيف يمكن صياغة هذا الموقف العربي والاستفادة نحن كعرب وصناع القرار العربي قبل الولايات المتحدة من هذه الحادثة دكتور؟ لا، هقول لك على حاجة. للأسف الشرق الأوسط، يعني في الحرب العالمية الأولى تركيا، خليفة تركيا داخل الحرب ودعا المسلمين أن يحاربوا فيها الجهاد. فكلمة الجهاد دي كلمة بتستخدم actually بالصناعة الأوروبية. ونفس الحكاية لما دخلوا بن لادن في أفغانستان، حطوا المخابرات العربية التابعة للديكتاتوريين الذين قتلوا شعوبهم استخدموا كلمة الجهاد. ففي لا عفوا، الأمريكان استخدموها، كانوا يسمونهم المجاهدين. أنا المجاهد والمجاهدين. أي طبعا. يا أنا قصدي إن هم استخدموا تعبيرات دينية. في عندك حاجات لازم ناخد بالنا منها. العدوان على البابا، البابا بول السادس في أعتقد 82 مثلا، كان بي واحد تركي اسمه محمد مسلم وفعلا طاحوا برصاص. يعني ما دي الحاجات دي مؤشرات تقول لك حاجات كتير. عندك اللي حصل في 7/7 يوليو في بريطانيا، واللي حصل في مدريد في القطر اللي عملوها للأسف. ودي احنا ما نقدرش نهرب ونقول مجرد مجرمين، لا، دي حركة قوية وحركة كبيرة ومدعمة بملايين الجنيهات، ولها ايديولوجية قوية وليست مجموعة عصابات، لأن العصابات لا تتصرف بهذه الطريقة، وعندهم السد أن يقتلوا نفسهم ويقتلوا الآخرين في سبيل ايديولوجياتهم بما يتصوروه أنهم يدافعوا عن الدين الإسلامي، وهم أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي. ولكن الواقع هو كذلك، هم ينظروا إلى هذا ويقولوا بصراحة ووضوح، ولهم محطات تلفزيونية بدل 21 محطة تلفزيونية، وما زال بعضهم موجود بطريقة محورة جزئيا، وأنا بسمعهم واتفرج عليهم. فأنا أعتقد أن يعني موقف أمريكا، وعشان كده دي مش حرب عادية، دي حرب هتفصل في التاريخ وممكن تأثر على الدول العربية والدول الشرق الأوسط بما فيها باكستان. أفغانستان تقريبا راحت كده، الصومال راحت كده، السودان اتقسمت، ليبيا زي ما احنا شايفين متلخبطة، مصر فيها مشاكل كتير، يعني لبنان فيها مشاكل كتير، سوريا God knows هيحصل لها ايه بعد اسبوعين ولا ثلاثة. فالشرق الأوسط بيمر بما كان يمر به عندما كان ولايات صغيرة زي ولاية حلب، ولاية دمشق، ولاية كذا في أوائل القرن الماضي. وكيف يمكن خلق من هذه الأجواء يعني أزمة مثل هذه السياسية؟ كيف يمكن أن يخرج خطاب معتدل ووسيط للخطاب لتكوين تيار آخر لخطاب الغرب؟ هذا ممكن وهذا ممكن، ولكن للأسف الذين يقوموا في مواجهة هذه الأمور ليسوا بالأونستي بالقلب الكبير أنك ممكن أن تعتمد عليهم. عادة هم ناس لهم استغلاليين أو لهم مصالح سابقة، والمجتمع العربي بطبيعته لم يعرف ماضي كل واحد فينا، وبالتالي الأمور ما زالت مغلقة، الأمور ما زالت في ضباب على كل شخص، يقول لك ده كويس بس ما تعرفش إيه خلفيته. فدي العالم العربي محتاج. يعني كنت بكلم أستاذ أحمد قبل كده من قبل البرنامج، الصحافة جزء منها، الصحافة جزء منها معروف إنه هو افترى على الشعب وبعطيه معلومات مغلوطة ومنقوصة. الدليل على كده كامب ديفيد أجريمنت، اتفاق كامب ديفيد واتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، لم ينشر في الصحافة المصرية أعتقد حتى الآن. يعني ما بيوريك، اهتمامات ضعيفة، اهتمامات بسيطة. فأنا عايز المواطن يقرأ الحاجات دي، المواطن يقدر يتعلم ويقراها وبعدين يفكر فيها بدل النير جامب ريفلكس، يعمل كده صرف. عولمة المعلومات والاتصال كما قال الدكتور ربما مكنت المجموعات، وإن سمح لي أن أستنتج بأن هناك تنسيق واتصال معلوماتي بين المجموعات أينما كانت في أوروبا في آسيا وأفريقيا. هل فعلا تعتقد أستاذ أحمد بوجود
هذا التنسيق العالي وهذا التنظيم على الأقل في الجهود؟ الآن احنا في هذا البرنامج، هل يوجد تنسيق واتصالات بين جماعة في آسيا وأوروبا مثلا أو في الولايات المتحدة؟ لا يعني لا يوجد، حتى هم خبراء الإرهاب في أوروبا وأمريكا يقولون أن القاعدة منذ بدايتها لم تكن تنظيما هرميا، كانت تنظيمات تلتقي حول إيديولوجيا معينة كما قال الدكتور رفيق مصطفى، وأيضا تلتقي حول أهداف طموحات، ولو كانت طموحات مشوهة لكن طموحات. عمليا العولمة هي التي ساعدت، الأجهزة الإنترنت الاتصال هي التي ساعدت هذه القوى أن يكون لها لا أقول برنامج معين لكن على الأقل هذا الخيط الناظم الذي يجمعها كلها. هناك مجموعات ولكل مجموعة طريقة معينة، يعني لنأخذ على سبيل المثال المجموعات الإسلامية التي كانت في الجزائر، هذه لم يكن لها علاقة على الإطلاق بالصراع الأوروبي الأمريكي وأفغاني وغير ذلك، هي نتاج وضع داخلي بعد الانتخابات الجزائرية، هي نتاج وضع داخلي تدخل فرنسي أمريكي في الجزائر، استفادوا من خبرات الجزائريين الذين قاتلوا في أفغانستان ليشنوا حربا داخلية في الجزائر، لكن الجذور هي جذور محلية. هذه هي النقطة التي أريد أن أشدد عليها، بمعنى أنك لا تستطيع على الإطلاق أن تقول أن هذه القاعدة هي ذات إيديولوجيا واحدة، هي تؤمن بفكر متطرف، فكر بعيد عن سماحة الإسلام وكما تفضلت وسطية الإسلام، لكن هذا الفكر المتطرف في أماكن أخرى لا يلجأ إلى العنف، يلجأ إلى التبشير، قد يكون تبشير قاسي ويمنع النساء ويمنع الرجال والسينما وما شابه، لكنه لم يلجأ إلى الإرهاب. في مناطق أخرى كانت الظروف تساعد على أن يلجأ إلى الإرهاب. هذه هي النقاط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وأيضا من نحن يعني خلال السنوات العشر الماضية هنا في بريطانيا، دكتور وفيق يعلم تماما، على المسلمين أن يبذلوا جهدا لينبذوا المتطرفين، على كذا أن يفعلوا، على الجاليات أن تفعل، صحيح، لكن في المقابل ماذا يفعل الغرب ليساعد في هذا الاتجاه؟ أي مواقف سياسية يتخذ؟ أي مواقف اجتماعية؟ لم نعد نطرح السؤال الآخر في هذا الموضوع، بمعنى أن نحن يجب أن نسأل، القاعدة هي النتاج الطبيعي للسياسة الأمريكية في المنطقة، لا العربية، لا العربية، لم يكن لنا علاقة في القاعدة. صحيح أن بعض الدول العربية مولت وساعدت كي تهرب من وضعها الداخلي، لكن الذين مولوا وساعدوا ودربوا وأعطوا المعلومات الاستخبارية هم الأمريكيون والحلف الأطلسي. هؤلاء عندما تم الافتراق بين الطرفين، ولم يكن تسريحا بإحساني، لم يكن طلاقا وديا، كان طلاقا دمويا، بدأ بالتصاعد بين الاثنين، تفجيرات السفارات الأمريكية في إفريقيا، تفجير السفينة كول، تفجير الخبر، تفجير الزهران، أيضا قصف الأمريكي على السودان، على أفغانستان. إذن كان هذا الصراع العائلة الواحدة لنقل المخابرات الأمريكية والقاعدة من جهة كان يتصاعد وصولا إلى واشنطن. إذن يجب أن نحاسب أمريكا، نقول لواشنطن أنت مولت هؤلاء الناس، هل نضمن أنك في المستقبل لن تمولي وتدعمي وتساعدي أطرافا أخرى من هذا النوع يمكن أن تؤدي لاحقا إلى التطرف والإرهاب؟ إذن السؤال من طرفين وليس فقط من جانب المسلمين والعرب. أستاذ وفيق، هل نعيش سقوط وتداعيات سقوط الاتحاد السوفيتي لحد هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أن سقوط العراق وتصرف صدام حسين باحتلال الكويت كان رد فعل لسقوط الاتحاد السوفيتي بشهور بعدها. حدث لأنه هو الاتحاد السوفيتي كان رابط الدول العربية لحد ما في تحالفات غير مكتوبة، تليفونات هدي هنا، فهم بعدوا عليهم فتفكت الحكاية، فصدام حسين ابتدى يتصرف لوحده وهكذا. يعني كانوا رابطين واحد زي جمال عبد الناصر زمان، رغم أنه كان بيتكلم عن الحرية والكلام، بس هو في النهاية كان مربوط بالتليفون بالاتحاد السوفيتي وغيره كثيرين. فهو المشكلة الكبيرة إن إحنا عندنا انعدام مبدأ وفلسفة الحرية للفرد. زي ما أحمد قال دلوقتي، قال لك لا ما إحنا في ناس معتدلين يقول لك لا ممنوع تشرب، ممنوع تاكل، ممنوع تمشي في الشارع كذا، ممنوع البنت تخرج. أنا لم أقل معتدلين، قلت متطرفين لكن لم يلجؤوا إلى الإرهاب. متطرفين ولكن لم يجاور الإرهاب، يعني نسبيا معتدلين، يعني لغة بيلبس عامة أو بيطبل دقنه وبتاع، بس ما عندوش يعني الحاجات دي. بس اللي أنا قصدي عليه إن دي بتولد دي، ما هو الإرهاب عادة عدد صغير، يعني أنت عشان تحرق مبنى كبير زي ما حصل في البنتاغون محتاج 11 واحد،
11 واحد ممكن يقلبوا لك الدنيا، يعملوا لك أكثر ما حدث في بيرل هاربر اللي عملته اليابان بقواتها الجوية. عملوا شوية شباب بسيط تعلم تعليم بدائي في الطيران وتدرب الولايات المتحدة في أكبر حرب جرحت العالم أكبر من ضحايا يعني بالنسبة للشرق الأوسط منذ الحروب الصليبية بالضبط. لما حطتها كده بالنسبة لعلاقة الشرق الأوسط وبالنسبة لعلاقة أوروبا، على اعتبار أن أمريكا هي امتداد لأوروبا والدولة الرومانية القديمة لو أنت حبيت تبص لها كده اللي هي الغربية الأوروبية، هتلاقي أن ده تقريبا أول تشدد وانفصام بين الدول العربية والشرق الأوسط منذ الحروب الصليبية بسبب هؤلاء ال 11 شخص اللي أنا كنت بحضر وبشوفهم في ناس كانت بتدافع عنهم كثيرين في التلفزيون وكانوا عندهم total denial من اللي حصل، ومش total denial ده كانوا بيأكلوا حلويات وكانوا والستات كانت بتزغرط وبترقص زي ما احنا شفنا في بعض المناطق في المدن في الشرق الأوسط والدول العربية. اللي أنا بقوله إن احنا دلوقتي لازم نتخذ الفرصة بتاع 10 سنين دي نحاول نلم الشمل، نحاول نكون أصدقاء، نحاول نعترف بالخطأ بتاعنا، نحاول نصحح الأمور حتى أن نكون جزء من هذا العالم. بدون ذلك لن نكون. الهند موجودة، العالم العربي عنده قوة بترولية هتستخدم كمان 20-30 سنة، وبعد كده أنت فكرك الحاجة دخول حاملات الطائرات مش محتاج قواعد عسكرية. فحكاية الدول العربية متصورة قواعد عسكرية دي كلام واهي، لأن القاعدة حاملة الطائرات ممكن بتشيل بتاع 60-70 طيارة أكثر من أي قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، فبالتالي انت مش محتاج الكلام ده. فاحنا عايزين نكون واقعيين، احنا وليه احنا ندخل في حرب وليه ندخل في جدال؟ احنا عايزين ندخل في علاقه طيبه، علاقه انسانيه، علاقه تفيدنا وتفيد الغرب. كم خطاب قاهره يحتاج الساسه العرب او على الاقل الشارع العربي، كم خطاب امريكي او غربي من القاهره ومن مراكز صناعه القرار العربي ليكون هذا الكلام ربما قريبا من التنفيذ؟ يعني بما انه الدكتور وفيق من مصر مستعمل المثل المصري، اشوف كلامك يعجبني، اشوف افعال اسمع كلامك يعجبني، اشوف افعالك اتعاجب. مش شخص، لا ما قصدك شخصي ولا ايه؟ لا لا خطاب اوباما. لا خطاب، مش خطاب الدكتور وفيق مستعمل. لا لا لا. نحن لسنا بحاجه الى خطابات، لا في القاهره ولا في واشنطن ولا في اسطنبول ولا في اي مكان اخر. نحن بحاجه الى افعال على الارض، والافعال على الارض هي التي تحدد مدى قدره الشعوب على ان تبني صداقات وغير ذلك. ساعطيك مثالا بسيط. الان الشعب الفلسطيني، منظمه التحرير الفلسطينيه، السلطه الفلسطينيه تسعى الى الحصول على عضويه دوله. من يقف في وجهها؟ دعك من اسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه. طيب هذا المواطن العادي الذي لا يؤمن بأي فكر تطرفي سلفي سميه ما شئت، هذا المواطن العادي الذي يجلس أمام التلفزيون يوميا ليرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم الفيتو لمنع الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الطبيعي الأولي على جزء بسيط من وطنه الأصلي، ماذا سيفكر؟ كيف سيمد يده إلى الأمريكيين؟ كيف سيوافق على السياسة الأمريكية؟ هذه أمريكا. أوروبا، الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة فشل في اتخاذ موقف موحد. طب ماذا نقول نحن؟ لذلك في رأيي المسألة هي أفعال وليست أقوال. بالأقوال يمكن أن نحبر مئات الكتب، يمكن أن نحبر مئات الجرائد، لكن الفعل على الأرض هو الذي يعطي الشعوب القدرة على أن تحكم على هذه السياسة أو تلك. رسم خريطة الطريق. عايز أقول كلمة على رسم خريطة ليه؟ خريطة العالم الطريق. العربي تغير كثير. الصورة اللي أنا بحطها دي معرفش تطلع في الصورة ولا لأ، الخليج خليها صورة بيكاسو الارض مش عارف بيوريك قد ايه انا كويس في الرسم. الصورة دي بتوريك حاجة، ان مصر الخط مستقيم بينها وبين ليبيا كده. لو انا عندي خريطة وموجودة هنا في الاستوديو، لو انا كنت واخد بالك وتجبتها دلوقتي، بتوريك ان الارض المصرية كانت تصل الى بنغازي، والليبيين ما يزعلوش مني لحسن يقول لك المصريين يحتلوا ليبيا ولا حاجة، لا بس قصدي ان الخرائط بتتغير في شكل الوسط. وبالتالي ما انا اريد من ذلك الخريطه بتتغير، هنقعد نبكي ونصرخ على جزء اختفى من سوريا راح لتركيا، بس في مناطق اتغيرت في الخريطه، في ناس بتتكلم عربي في ايران ومناطق يعتبر نفسه منطقه عربيه كما تعرف،
في ناس بتعتبر نفسها جزء من تركيا وسوريا تقول انها ارض لا. سوريا لا. وفي انا كل هذه ارض مصريه على حسب الخريطه اللي فوجئت بها من حوالي 6 شهور في بعض المراجع البريطانيه على 1920 خريطه مصر 1920 بتعطينا تقريبا حوالي 25% من ليبيا الحاليه. فدلوقتي عندك اسرائيل ووجود اسرائيل كدوله في اخر 100 سنه او 120 سنه هي مش 48 قبل 48 مدرسة الدارية موجودة تقريبا من القرن من نهاية القرن التاسع عشر تقريبا. فلازم يكون في عملية نوع من التفاهم والواقعية والتطبيع. ما انت تقول لا دي حقوق ولازم نرجع لها، ده الكلام اللي كان عايش عليه الدكتاتور العربي بأكل الناس قصص، وهو اساسا الدليل على كده السوريين لا عايزين يحرروا الجولان. انا رحت الجولان، انا رحت اسرائيل، انا رحت الضفه الغربيه ورحت دول عربيه اخرى وشفت بعناية الناس في الجولان بقالهم 40 سنه ما بيكلموا عبري ولا حد ما ليس عندهم استعداد الى العوده. وما فيش هناك اي استعداد من حكم الاسد الى استرجاع الجولان، ولا اعتقد ان هيقدروا. وفي جزء من تحت الجولان حتى بعد حرب 73 اسرائيل اخذته كمان واخضر والواحد بيشوفه. اذا هي ليست مساله ارض وجغرافيا. اللي انا عايز اقوله هو انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول يجب ان ننظر الى الواقعيه السياسيه، ودي حاجه غير مقبوله لانها لا تكرر ولا الصحافه العربيه والتلفزيونات العربيه لا تتحدث عن الواقعيه. الواقعيه دي كانت ماشيه حتى جالنا الحكومات الثورية عبد الناصر عبد الكريم قاسم اللي مع صدام حسين الأسد القذافي طبعا القذافي ده ابن عبد الناصر طبعا أبوه الروحي جمال عبد الناصر كان بيحط خطبه كأغاني كل يوم في التلفزيون الليبي. فكل الحاجات دي هي شيء ضد الواقعية السياسية وضد الوضع السياسي. أنت عارف إن بولندا حجمها الأساسي قد حجمها الحالي مرتين تقريبا. أنت عارف إن في ساركوزي جاي من مدينة أساساً إيطالية. واو. يعني ما وعند تيجي تلاقي يقول لك ده في مصر مثلاً، يقول لك لا ما تدخلش الانتخابات أصل أنت عندك باسبور إنجليزي وباسبور مصري مثلاً، أصل الولاء بتاعك هيبقى منقسم. فأنا ده اللي حرر اللي دخل السودان جزء من مصر كان جنرال كيتشنر الإنجليزي. لا قصدي عايزين إحنا الواقع السياسي ده نعرفه. نبقى في المنطقة العربية أستاذ أحمد. أولا يعني كلام الدكتور مصطفى الأخير يحتوي 99% من الأخطاء، فلذلك بدنا حلقة. هي وجهة نظر. قولي خطأ واحد. أعطيك نموذج واحد. قولي نموذج. عندما الأرجنتين احتلوا جزر الفوكلاند. لا اللي أنا قلته مش حاجة تانية. قولي أنا. حتى لك إنه الجغرافيا. عايز استمع. كيف الجغرافيا؟ عندما الأرجنتين احتلت الفوكلاندز وهي تبعد آلاف الأميال عن بريطانيا. دي خطأ. لا هذا موضوع تاني، هذا كلام ديماغوجي. عندما هناك مصالح وطنية، مارغريت تاتشر بعثت آلاف الجنود آلاف الأميال لتحتل أو تعيد السيادة البريطانية. في مسألة بس دي جزء من بريطانيا. أنا كنت ببريطانيا نعم، فأنا كنت بعرف. الفوكلاند جزء من بريطانيا. فلسطين جزء من المنطقة العربية. جبل طارق جزء من بريطانيا. إذا سمحتوا لي حتى نبقى بمسألة جغرافية. الآن المواجهة لا تزال جغرافية ومسألة أرض، لكن انتقلت من خارج الولايات المتحدة، صارت المواجهة بحسب بعض المراقبين داخل اليمن، داخل الصومال، داخل أراضي في المغرب العربي. كيف يمكن أن نتجنب على الأقل على الأرض العربية أن يسقط أو تسقط أبراج أخرى في الصومال؟ أو تسقط أبراج في اليمن، وتعرف حضرتك دكتور كيف هو واقع جنوب اليمن على الأقل مع القاعدة. هقول لك على حاجة، هو طول عمرك ما عندك الحياة والولاء القبلي الذي موجود من تقريبا 200 سنة ما تغيرش، عشان كده بقول لك الدول العربية يبدو أنها تعود إلى الولايات الصغيرة وولاية حيفا وولاية القدس وولاية بغداد اللي كانت موجودة في 1911 قبل الحرب العالمية الأولى. يبدو أن احنا بنعود والتكريتي تكريت، حتى احنا ما زلنا بنستخدم اسم المدينة كاسمنا في الاسم العائلي. قصدي شوف عندك اسم المدينة وعندك اسم القبيلة. اليمن هي قمة القبلية، وبالتالي لا يمكن أن تضع يعني السوفت وير
مش هيجي على بعضه. القرن 21 مع القرن 7 ما تجيش، لازم احنا نغير. لكن المجتمع عشائري وقائم على التبعية القبائلية أستاذ أحمد، كيف يمكن؟ البعض يصف اليمن اليوم والصومال بالتأكيد هي المركز الثاني، وربما الآن بات أكبر ثقلا من حتى أفغانستان وحدود باكستان وأفغانستان من احتوائها للتنظيمات قاعدية وغير قاعدية. يعني أولا يجب أن نعود لجوهر السؤال. جوهر السؤال هو هل تستمر القاعدة في هذه الدول؟ هذه هي. أعود إلى السؤال جواب قبل. القاعدة لم تعد موجودة كتنظيم، ولم تكن موجودة أبدا كهرم، هي موجودة كمجموعات ينظمها خيط الإيديولوجي. ونحن إذا عندما نتكلم كما تفضلت على اليمن، الصومال، شمال أفريقيا، ما بعد الصحراء، مالي، النيجر، في تلك المناطق، الآن بدأنا نشهد حراكا متطرفا بنيجيريا، عمليات ضد مقر الأمم المتحدة، في عندك بعض التحركات في أندونيسيا، في باكستان، عندك تحركات في الشيشان. أنت لا يمكن أن تربطها بعقلية قبلية أو مذهبية أو طائفية. أعود إلى النقطة مهمة جدا، هذا الحراك الذي يتخذ من الدين غطاء له جذور محلية في كل منطقة لوحدها، وبالتالي النظر إلى هذه المجموعات بمنظار واحد هو الخطأ الذي ارتكبه الغرب، أي أنك لا تستطيع أن تقول أن الجماعات المتطرفة التي تقاتل في نيجيريا هي ذاتها الجماعات المتطرفة التي تقاتل في الشيشان، هناك وضع مختلف، أو في داغستان. الغرب إذا أراد أن يعالج مشكلة الإرهاب، هذا الإرهاب المتسربل بالدين، يجب أن يعالج جذور المحلية لهذا الإرهاب ويفرق بينها، ولا يحاول أن يخلق عدواً وهمياً كبيراً يبرر له العمليات العسكرية في أفغانستان، في لبنان، في ليبيا وفي غيرها من المناطق. مت عندك الزرقاوي مثلاً اللي هو كان رئيس أمير العراق، كان أمير باين ولا الزرقاوي عينه بن لادن، فلا فيهم علاقة. وطبعاً ما عندهمش التكنولوجيا الضخمة اللي هي، لأن هم مش دولة أساساً، فهم يعني هم الحقيقة من ناحية العملية هم مش دولة، ولكنهم أقوى من دولة. يعني هم ما هو الحرب، يعني حرب 11 سبتمبر، حرب اللي قامت بها الولايات المتحدة، الناس بتقول إزاي إنك هتحارب دولة ولم تعتدي عليك بدولة؟ إزاي يعني؟ ما هي يعني لكن طرق الدفاع دكتور لم تكن إيديولوجية. هل اتبعت الولايات المتحدة وربما الغرب عموما بدقيقة إذا سمحت حربا إيديولوجية بالاتجاه الصحيح، أم إنها اعتمدت على الماكينة والجندي؟ الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب استخدم أجهزة مختلفة، على الأقل كان عندهم 10,000 خبير في الاستخبارات لمتابعة ما يحدث. الأمر لم يكن مجرد استخدام صواريخ وطائرات، وإلا لكانت القتلى والجرحى أضعاف كثيرة. بص على ليبيا الآن، هتلاقي أن الضربات رغم أن تعدادها حوالي 12,000 ضربة على ليبيا، وهذا ليس عدد صغير. إذا نظرت إلى مصر في سنة 67 اللي ضربتها بتاع 220 ضربة، يعني فراكشن اللي تحصل ليبيا، ولكن الضربات بين بوينت لحاجات معينة والخسائر قليلة جدا نسبيا. وماذا عن الخطاب الأيديولوجي؟ إذا كانت هي حرب أيديولوجية، ألا تطالب الولايات المتحدة وربما الغرب عموما بتوجيه وخلق جيل آخر يمشي طريق الوسطية؟ إحنا اللي مفروض نكون مسؤوليتنا وليست مسؤولية الغرب. إحنا مسلمين اللي احنا نخلق جيل، ولا يجب ان نعتمد على الغرب ان يعمل لنا كل شيء ونشتكي منه في كل شيء. ده علينا، لازم علينا مسؤوليه، دي اسمها المسؤوليه الفرديه، المسؤوليه الوطنيه، المسؤوليه الدينيه، المسؤوليه الانسانيه، لازم دي مسؤوليه دينيه وانسانيه. استاذ احمد، اذا عدنا بالزمن في اقل من دقيقه، اذا عدنا بالزمن 10 سنوات الى الخلف، ماذا يمكن ان يقول احمد اصفهاني للمعسكرين الغرب والتطرف لتفادي هذا المنظر ولتفادي هذا النقاش؟ أنا بالنسبة لي قبل 10 سنوات واليوم وبعد 10 سنوات، هذا التطرف الإرهابي هو العملة الأخرى للغرب كما مارس سياسته فيما يتعلق تحديدا بأفغانستان. هم الذين خلقوا هؤلاء الناس، هم الذين شجعوا الفكر الجهادي العسكري المتطرف، هم الذين مولوا ودربوا وسلحوا، وهم الذين تركوهم في بحر هائج، بحيث أنه
المثل الشعبي قيل لرجل قال رجل جوع كلبك يتبعك، فقيل له ربما جاع الكلب فأكل صاحبه. هذا هو بالضبط ما حدث مع تنظيم القاعدة الذي هو مخلوق مسخ للولايات المتحدة الأمريكية. هو الحقيقة تاني إن إحنا دائما بنهرب من المسؤولية لما بتقابل أي شخص من أي مكان مسؤول وزير أو يقول لك أمريكا عملت كده، ما هي مش عايزانا نعمل كده. أنا عايز إن إحنا المسؤولية إذا كان القاعدة ممكن تعمل أتاك وتعمل الحرب الكبيرة، إحنا ممكن نعمل بيس بنفس الحجم، ممكن نعمل سلام بنفس الحجم. نعملها إن شاء الله بوقت قريب. شكرا جزيلا لأساتذتي الأستاذ أحمد أصفهاني الكاتب اللبناني، الأستاذ وفيق مصطفى رئيس المجموعة العربية بحزب المحافظين البريطاني، شكرا جزيلا لوجودكم معنا، شكرا لمتابعة هذه التغطية.